السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، معاكم وعد، وحشتوني جدا. فيديو سهل وبسيط النهاردة ومش محتاج تكلفة. هنعمل كوباية لتخسيس او تفتيت الدهون المختزنة بقالها سنوات في اي جزء من الجسم. هتلاقي نتائج مدهشة جدا ومرضية، وانت نفسك هتتفاجئي من النتائج اللي هتشوفيها ان شاء الله. بس نركز في حاجة اساسية او ضرورية. في حاجات كتير جدا من الطبيعة بتساعد على التخسيس عشان ما نزهقش، وعايزين نجرب دي ودي ودي، واني واحدة بالظبط يا وعد اللي بتجيب نتيجة. هنجرب كل 15 يوم وصفة جديدة عشان الجسم ما يملش وما ياخدش على حاجة معينة عشان يديكي نتائج افضل. نركز على حاجات مهمة قوي قوي وخطوات مهمة. المشي يوميا نص ساعة على الأقل، لو قدمي يبقى ساعة حلوة قوي قوي. ناكلش ما ناكلش بعد الساعة 8، خلاص كبرنا كده. ممكن ناكل كوباية زبادي عليها عصرة من الليمون أو ربع معلقة من زيت الليمون، حلو جدا، أو بذرة الكتان أو الردة، حلو. نعمل تمرينات، شوية تمرينات كده واحنا قاعدين في البيت، برضه نساعد برضه نفسنا على التخسيس مع الوصفات. نستبدل المقالي والكلام ده كله بالمشويات، حلوه جدا وطعمها بيبقى احلى والله العظيم من المقلي. المسبك بقى برده نستبدله بالخضار السوتيه. نحافظ على صحتنا علشان دي صحتنا، لازم ناخد بالنا قوي. مشروب فعلا فتاك لتفتيت الدهون. حط لايك فضلا ولسه اول عشان نشوف احنا معنا ايه. لو مش مشتركين ما تنسوش تشتركوا وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه. خليكم معايا. رجعنا تاني يا حبايب قلبي، نجيب حاجة كده نعمل فيها الوصفة بتاعتنا الأول، نحضرها وبعد كده نشوف هنعمل ايه. أي حاجة عندك هنبتدي نعاير فيها 3 كوبايات من المية. أدي 1 2 3، وكوباية الا ربع أو نص كوباية علشان تروح في الغليان ونستفاد بال3 كوبايات اللي أنا محتاجاهم، تمام كده؟ طيب، علشان المشروب ده هيبقى 3 مرات يوميا باذن الله. انا كده عايرت المكونات، الميه بتاعتي اللي انا هعمل فيها مكوناتي. معايا اول مكون معلقه من الروز ميري. هكتب لكم برضو اسامي كل حاجه في صندوق الوصف او في التعليق المثبت او على الشاشه دلوقتي. معلقه ونص من الروز ميري، ادي معلقه ونص، تمام كده. المكون الثاني الشمر، معلقة ونص من الشمر، دي 1 2. المكون الثالث معايا 6 ورقات او 5 ورقات من ورق اللوري، ورق الغار اهو، تمام كده. عايزة تاخدي فيتامينات وفوايد اضعاف اضعاف اللي انت بتنزليها عشان ما تحسيش بالتعب او الهزلان او اي كده. هقول لك المكون الرابع ده، عايز تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه انت حره، بس هو هيديكي فيتامينات ومعادن وحاجات كتير جدا تستفادي وبتخسس قوي قوي قوي. معلقه من الكزبره الناشفه، الكزبره الناشفه او الحبيبات عادي، مطحونه او حبيبات مفيش مشكله، المتوفر عندك اهو. هعمل ايه؟ التلاتة دولت او الاربعة دولت هطلع بيهم على النار لحد ما يتغلوا 5 دقايق كده، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع وصفتنا. خليكم معايا. رجعت تاني يا حبايبي بعد ما غليت المكونات بتاعتي كويس جدا، وانا حطاها على البوتاجاز بغطيها علشان الزيوت اللي فيها ما تطرش، وبعد ما تخلص غليان بسيبها متغطية لحد ما تدفى، تمام كده. طيب نشوف طريقة الاستخدام. انا هفطر اهو، بعد ما افطر مباشره اكون معلقه عليها، لاني بعد الفطار بنص ساعه بالظبط هكون شاربه الكوبايه بتاعتي. خلاص بعد نص ساعه ابتديت اشرب الكوبايه، وانا بفضيها كده بتدفى شويه، بحط قطرات 3 نقط كده من الليمون الفريش او من زيت الليمون، واقلب كويس وابتدي اشربها بعد الفطار بنص ساعه. طبعا انا محضره الكميه كلها اللي هم 3 اكواب علشان مدار اليوم. هاجي بعد الغدا هتكون الكميه بتاعتي او الكوبايه بتاعتي دافيه بارده خالص. بمسك على قد الكوبايه، بعاير الكوبايه بتاعتي بتاعت الغدا وبدفيها على قد ما انا هقدر اشربها، وما انساش زيت الليمون او قطرات من الليمون لو احنا بنتحسس من الليمون ما ناخدش. خلاص نبتدي ناخد بعد العشاء او قبل النوم نفس النظام. العشاء كبير الساعه 8 يوم ما اقول انا متاخره، تمام كده. حلو قوي، كوبايه كده فعلا رهيبه جدا جدا، هتديكوا برده فوائد حلوه قوي ان شاء الله. لو في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنت وانا هرد عليكم. الحامل ما بتاخدش معايا اي وصفات خالص،
تمام. والمرضعه انا مش عايزاها تاخد من المكونات دي لان هي فتاكه قوي قوي في تنزيل الوزن، وبالتالي هي بتدي فوائد فعلا وكلها، بس برضو انا عايزاها تستفاد بكل حاجه في جسمها علشان البيبي وصحتها برضو. نخلص رضاعه، نخلص حمل وولاده، ونبتدي نشوف بعد كده احنا هنخس ازاي. يا رب النهارده اكون افدتكم، ما اكونش طولت عليكم. لو الفيديو كان عجبكم حطوا لايك، وما تنسوش اوعوا تنسوا اللايك علشان اقدر استمر. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.